ودعنا من أيام الفنان الكبير مظهر أبو النجا، وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية. كاميرا الجولة الفنية حاضرت العزاء ونقلت لكم هذا التقرير. ادعوا له ادعوا له وقولوا له الفتحة. كان بني آدم طيب وكبير وجميل وأنطف ما فينا. بتربط والدي بيه رحمة الله عليه الأستاذ ممدوح الليسي وعمي جمال الليسي بعلاقة قوية، يمكن بدايته كانت مع المرحوم جمال الليسي ومع والدي ممدوح الليسي. فالحقيقة احنا بنعتز بيه جدا على المستوى الإنساني والشخصي كفنان وكإنسان، وعلى المستوى المهني هو فنان كبير، واحنا فقدنا قيمة فنية كبيرة جدا. ربنا يرحمه وأعزائي الأسرة كلها. فقدنا قيمة إنسانية وفنان عظيم، وبندعو له كلنا يا رب يدخلوا فسيح جناته ويغفر له وهي الدنيا كده هوت، ويا رب يكون في مكانه كويس، هم الصابقون ونحن اللاحقون.